السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نشكر اللي علق على الفيديو السابق على قناتي على اليوتيوب اللي هو عن كيفية الشراء والدفع. في عندهم جاهز في علي بابا عندهم خاصية جاهز للشحن، سبق اني تكلمت عنها اللي قال كيف عملية الشحن والشراء. طبعا الموقع يعطيك اهتماماتك انت، يعني اهتماماتك في البحث، يعطيك على صفحتك او تفتح جوالك او لابتوبك، يعطيك اي الاشياء اللي كنت تبحث عنها انت، او انه يضيف لك اشياء ثانيه او تبحث انت براحتك. هنا قلنا الخاصيه اللي هي جاهز للشحن، يعني موجوده المنتجات في المخزن مع توصيل سريع. لو فرضنا لان هذه ماكينه القهوه، نضغط على الشراء الان. بسم الله. وهنا أعطيك فيديو توضيحي لها تشغيل الماكينة، وهذه صورها. وفي حقيقة عندي واحدة في البيت منها مناسبة جدا، وسعرها مناسب، يعني أقل من 1500 ريال، توصلك مع تي إن تي أو أرامكس أو على حسب. طبعا هنا نقول إرسال طلبية واحدة، عشان تقدم الطلب. قال لك هنا سعرها ب 350 دولار، وتكلفة الشحن 123 دولار. طبعا شيء راجع لك انت تسوي، تقول له تقديم الطلب. مجرد تقديم الطلب يجيك على صفحة الدفع مباشرة. طبعا انت قبل تدفع الاجمالي اللي هو 473، يعني اقل من 2000 ريال تقريبا، والله اعلم 400 ممكن اقل من 2000، والله اعلم. عموما انت قبل تدفع طبعا تقدم الطلب اول شيء. يمديك تبغى تلغيه، لكن تفاوض مع البايع في الدردشة، يعني قول له أنا كذا، حط عنوانك طبعا في البلد اللي أنت فيه وكذا، وسدد بالفيزا، يعني حتى بمدى السعودية ما يحتاج فيزا أمريكية، وش حتى بطاقتك الصراف مدى سدد. هذا في الحقيقة ما حببت أني أضيفه لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالتوفيق الجميع.